المقصودة للمجتمع الدولي؟ نعم هو أثر، بس لابد من الحركة دياهي يكون معاه إرادة سياسية قوية باش يوري العالم أنه فعلا في ناس قادرين هم يقودوا التغيير هذا. العالم تأثر، يستمع يا أمير، يستمع. نعم. كيف ترى في استمرار خروج الناس من شمعة بأيام أسابيع متتالية؟ رفض لكوبلر، رفض لتدخل أجنبي، كيف ترى في الشيء هذا؟ لازم تعبير أنك رافض، لازم توري أنك في تعبير معين عن طريق الخروج، والله إذا كان في إعلام قوي لازم توري باستمرار. شوي جيد، هذا شيء ممتاز. طبعا أرفضه قلبا وقالبا، رفض أي تدخل في أمور شعبنا، يعني إحنا القرار يكون بيدينا. كيف تعرف في الحراك الشعبي والمظاهرات اللي يخرج بها الناس اللي ترفض في سواء المبعوث الأممي مارتن كوبلر أو في التدخل الأجنبي؟ أرى أنها خطوة حلوة يعني وتدل على وعي الشعب أكيد، ومعرفته بمسؤوليته تجاه نفسه، وبأن هذا شعبنا، إحنا اللي مسؤولين عن، وإحنا نقرر أي خطوة لقدام، مفيش حد يقرر علينا. طبعا تحرك إيجابي إن شاء الله، ومفروض الكل يساهم فيه في مصلحة البلاد ومصلحة الوطن. أي واحد ما يساهمش معناه يجد موقفه سلبي. طيب ترى في خروج الناس لأسابيع متتالية رافضين التدخل الأجنبي ورافضين المبعوث الأممي، كيف ترى في استجابة الناس؟ والله الناس الحمد لله الأغلبية متشوبين، يعني ماشيين مع الحدث، وفي بعض قلة كذا ما زالوا سلبيين شوية، لكن الأغلبية صوت الأعظم متشوبين. طيب هل استطاع الحراك الشعبي أن يوصل رسالة للمجتمع الدولي برفض للتدخل الأجنبي وأيضا للمبعوث الأممي وكل قراراته؟ والله الحمد لله في دول استجابت، يعني خاصة الدول العربية، كيف دول اللي معانا، يعني الإمارات، مصر، السعودية، دول معتدلة مستجابة. في دول طبعا كاينة يعني مش معدلة على الموضوع. والله ما الحراك ممتاز، مطلوب لطرد هذا، أنا أعتبره عميل، لأنه هو جاي على أساس بمخطط أجنبي صهيوني، وهو أداة تنفيذ يعني لهذا المخطط. طيب هل استطاع الحراك الشعبي أن يوصل رسالة للمجتمع الدولي برفض الشعب كله للتدخل الأجنبي وأيضا للمبعوث الأممي؟ أكيد الحراك الشعبي، لأنه هو له تأثير كبير في الرأي العام العالمي أو الدولي. والله أنا نأيدها، عرفتي، لأن تأثر على الرأي العام لمصلحتنا نحن. والله هو مطلوب، هو الحراك الشعبي هذا مطلوب، لان هذا الشعب الليبي يجب ان يكون في موقف مش تو زي الحراك اللي قايم به، والمسيرات والشعبيه والتجمعات كل جمعه هذينا، طبعا يدل على ان رغبه الشعب الليبي يجب ان يكون في الصوره، ما يكونش في، ومش اي شخص يملي عليه كل شيء، يعني يجي اي شخص يملي عليه كذا زي كوبلر وغيره. الشعب الليبي عارف مصلحته وعارف شنو اللي بيصير. طيب برايك هل استطاع الحراك الشعبي او استمرار الحراك الشعبي، هل استطاع ان يوصل للرساله المقصوده او المرجوه للمجتمع الدولي؟ هي حتوصل الرساله مهما كان، اللي حتوصل مش ممكن من اول مره توصل، من اول حراك ودي الحراك، لكن الحراك يجب ان يستمر، يعني يجب ان يستمر الليبيين في الحراك، ويجب ان يثبتوا جدرتهم، ويجب ان يراعوا المصلحه العامه، ولا يجب عليهم الا الاستسلام للكلام، سواء ان كوبلر حتى هو من جهه ثانيه قاعد يحاول وكذا، وممكن هناك مخططات وهناك اجندات او مصالح خاصه هكي. يعني الشعب الليبي يجب ان يستمر الحراك، ويجب ان يراعي مصلحته ويستمر، لان هذه هي مصلحه الدوله وهذا مصير مش لعب. والله انا نأيد قلبا وقالبا، ومعه نفس الموضوع. برأيك هل يستطيع الحراك الشعبي أن يوصل للرسائل المرجوة للمجتمع الدولي من رفض كوبلر إلى رفض التدخل الأجنبي إلى دعم القوات المسلحة أيضا؟ أكيد، لأن الشعب هو سيد الأحكام، الشعب يعطي كلمته، معناها الموضوع حيمشي كيف يمشي الشعب، عرفت، يعني بغض النظر على أي حكومة ولا أي برلمان أو حتى مؤتمر، إذا الشعب أراد حاجة معينة فحيمشي عليها. طيب كيف ترى تجاوب الناس مع الحراك الشعبي؟ والله مقبول، لأن في الآخر بك الناس تمت وعي وفهم، عرفت، وعارفة أن اللي يصير كل فيهن أجندة خارجية وفيهن لعيب خارجية، ففهموا الموضوع كله، فيعني الشعب كله يعني مع الشعب، مع الجيش، وضد الحوار وضد لعيب كوبلر كما نقول، عرفت. والله بالنسبة لموضوع كوبلر، طبعا كوبلر إنسان مريض بالنسبة لي أنا، وحتى اللي يجلس معه مريض كيفه، والحراك الشعبي طبعا
من بداية دخول كوبلر ليبيا كان واضح ضده وضد حتى الأمم المتحدة. ما عنديش أي تفسير لوجود كوبلر إلا تفسير واحد، هو تدخل خارجي من قبل الدول الاستعمارية. الحراك المستمر في رفض كوبلر او تدخل اجنبي او اي قرارات تصدر عنه؟ هو بالنسبه للحراك الشعبي، الشعب طبعا هم دائما الكلمه الاولى والاخيره له، يعني الشعب قوه عظمى ما يقدرش اي قوه تغلب عليه. كوبلر زي ما قلت لك انسان مختل عقليا، واللي يجلسوا معه حتى هم مختلين عقليا، والمفروض ما عادش يديروا له قيمه، يعني يفترض هيك. والشعب الليبي أغلبية الشعب الليبي رافضين كوبلر ورافضين تدخل الأمم المتحدة والدول الاستعمارية الأخرى. والله هو ما مفروض الاستمرار فيه، يعني مش كل جمعة، يعني على الأقل كل ثلاث أيام، لأن بصراحة الإعلام اللي تو مسيطر على، فهمت؟ المفروض احنا نزيدوا من القوة هذه، نزيدوا من الحراك، الله فهمت؟ لتشجيع الناس والشباب والهنين وخروج المظاهرات، وهي ضد كوبر ورفضها رفض كامل، فاهم؟ باش شوفي تجاوب الناس. والله التجاوب مع الرفض، مع الرفض ومع الحراك ايضا. مع الحراك كويس جدا، فهمت؟ يعني كل جمعه كويسه، لكن احنا نتمنى الاستمرار، فهمتي؟ الاستمرار كويس، يعني ايش بتستمر، ايش ما نعطي الراي العام، لان في اعلامهم قوي هم، فاحنا تغلب عليهم بالقوة بس. هل استطاع الحراك الشعبي أن يوصل رسائل للمجتمع الدولي بأن الشعب الليبي رافض تدخل كوبلر؟ والله وصل له، مش وصلش، لكن نسبة بسيطة، فهمت؟ لأن هم ما قلت لك، أنا البيانات متاعهم واللي عندهم قوية وإعلامهم، يعني ما إحنا عندنا ممكن إذاعتين ثلاثة، لكن هم إعلامهم وين؟ إعلام واجد بصراحة. مفروض إحنا نكتر من هلا باش نزيد وننتصر عليهم. خليفة حفتر كويس، والله نصره.